صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم معنا في الفقره الطبيه. الحقيقه النهارده فقرتنا مهمه جدا، هنتكلم فيها عن الجمال وبالتحديد جمال بشرتنا اللي الحقيقه ابتدى يتاثر بعوامل كتير مش بس بعامل السن، وكلنا ابتدينا نتعرض لمشاكل كتير في بشرتنا. بس يا ترى كل بشره ليها نفس النوعيه من المشاكل ولا البشره بتختلف من نوعيه بشره للتانيه؟ هنتكلم عن كل المشاكل دي، واكيد هنتكلم عن الطرق السريعه والجذريه لحل كل المشاكل دي. ودلوقتي غالبها أغلبية الطرق دي أصبحت تقريبا من جلسة واحدة نقدر نحل كل المشاكل بشرتنا. خلونا نبدأ فقرتنا مباشرة ونرحب بضيفتي وضيفة حضراتكم دكتور هبة عادل، أخصائية الجلدية والليزر بمراكز نبض. صباح الخير يا دكتور، منوراني يا دكتور. سي يا فندم، وحشتيني جدا. انت كمان كل سنة وانت طيبة. دكتور، قبل ما نتكلم عن المشاكل الكتيرة للبشرة، بس عايزين نعرف الأول، كل البشرات بتتعرض لمشاكل، بس في بشرة معينة بتحصل فيها مشاكل ما بتحصلش في بشرة تانية، أو في بشرة معينة بتكون عرضة لمشاكل محددة أكتر من نوعية بشرة تانية؟ طبعا فكرة الأنواع البشراتي، احنا اتفقنا قبل كده ان هم خمس أنواع. البشرة العادية، عادية جدا ما فيهاش أي مشاكل، يعني هي بشرة عادية، البشرة المختلطة، البشرة الجافة، البشرة الدهنية. تمام. طيب ايه مشاكل كل بشرة؟ أوكي. البشرة العادية دي لو ما حافظناش عليها هتقلب أي نوع من أنواع البشرة، هتتحول. طبعا. تمام. انا دلوقتي لو ما حافظتش على بشرتي العاديه، ما حطيتش واقي شمس، هتقلب بشره جافه، هتبتدي تحسي انها اثناء تعرضك للشمس البشره اجهدت، تقلب بشره جافه، هيحصل فيها تجاعيد. طيب ايه مشاكل البشره الدهنيه؟ مشاكل البشره الدهنيه اللي بنشوفها كتير جدا هي حبوب الشباب. البشره الدهنيه يا جماعه هي اكتر بشره مش بتعجز. ليه؟ تمام. الفكره كلها الدهون فيها كتير قوي فما بيحصلش فيها تجاعيد، بس عندها مشاكل تانية. بس عندها مشاكل تانية اللي هي ايه؟ الحبوب اللي بتظهر واثار الحبوب والحفر، هي دي مشاكل بشره الدهنيه. فانا اوريدي دلوقتي لو لقيت حد بشرته دهنيه انا ممكن احافظ عليه من الاول. انا ممكن احافظ عليه ما يحصلوش قصه الحبوب الشباب اصلا، ما تظهرش. في انواع من انواع الغسول دلوقتي اللي نازله، الغسول بتبتدي تشتغل ان ما يحصلش اكني، ما يحصلش حبوب شباب. فانا دايما اقول للبيشنت، حد يقول لي دكتور طب انا عندي حبوب، طب انا لو اتعالجت هترجع تاني؟ لا، انا ممكن ما اخليهاش ترجع تاني. بنوع معين من الغسول ببتدي اشتغل بيه على طول كل يوم، هيبتدي يسد لي الدهون، ما يفرز، يبتدي البشره ما تفرزش دهون بزياده، فما يحصلش المشكله اللي كانت بتحصل بسبب ايه؟ ويحصل حبوب شباب. خدتي بالك؟ فدي نقدر نحلها دلوقتي. طيب البشره الجافه بقى اكتر بشره بشوف فيها تجاعيد. تمام. دي البشره الجافه. البشره الجافه انت عارفه بشره جافه مش مترطبه كويس، مهمله، يعني انا دايما اقول اقل تعبير بيأثر فيها. بصي انا دايما اشوف البشره الجافه دي ده اهمال من البيشنت توصله لانها بقت بشرته جافه. اصل هو اكيد كان مولود ببشره عاديه، ممكن تكون حساسه شويه. فالحساسه شويه بيبقى عندها مشكله فقد الترطيب. ليه؟ المشكله في الجسم في حاجه اسمها بارير، يعني جهاز مناعي للجلد. جهاز المناعي للجلد ده بيبقى واقي للجلد. طب انا اوريدي البارير ده عندي فيه مشكله، المانع ده عندي فيه مشكله، فبدا يبقى فيه جفاف في البشره. تمام. خدتي بالك؟ هي دي البشره الحساسه اللي بتوصلي للجفاف، انما في بشره عاديه انا اللي وصلتها للجفاف. تمام. اللي انا اهملت فيها. تمام. بما اننا يا دكتور بقى اتكلمنا عن التجاعيد، يعني احنا التجاعيد كنا رابطينها قبل كده او في فكرنا ان هي مرتبطه بالسن الكبير، دلوقتي ابتدينا يعني اعمار صغيره جدا وابتدى يظهر تجاعيد في وشها او حتى خطوط تعبيريه بسيطه، بس ليه التجاعيد دي بتظهر حتى لو في سن صغير، والاماكن اللي اول ما نشوف فيها مثلا نلاحظ فيها حاجه غريبه نعرف ان دي بدايه للتجاعيد؟ طيب بالنسبة للأماكن اللي ممكن يظهر فيها التجاعيد، أنت عارفة إن اتفقنا إن البشرة الجافة تؤدي للتجاعيد. تمام. طيب اتفقنا كمان إن الموضوع موضوع وراثي، اتفقنا قبل كده إن القصة ساعات بتبقى بدري قوي بسبب إن هي قصة وراثية، يعني أنا أسر كتير قوي عندها الخطوط بتاع الجبهة. تمام. عضلات قوية جدا بيحصل لها كونتراكشن، تلاقي الأسرة من أول ما الولد بقى 11 12 سنة عنده الخطوط أوريدي، فبدأت تظهر زي بقى. أنا عايزة بس أوريكم هنا الملاحظة بين النص والنص، هاف أند هاف، يعني بصي يمين وبصي شمال. هتلاقي الفروق إيه؟ شوفي العين عجزة معجزة قد إيه؟ يعني شوفي حوالين العين في عجز، خطوط وتجاعيد وتجويف وحاجات كتير بالظبط كده. حوالين العين في تجاعيد زي ما انت شايفه كده، الايه بنقول عليها رجل الغراب. تحت العين زي ما انت شايفه كسر ولون غامق. الخط بتاع النيزوليبيا، الخط اللي هو بين الانف والفم، كل ده اتحل بـ 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 بانواع معينه. يعني الجزء بتاع التجاعيد رجل الغراب اتحلت بالبوتوكس، طب الخط بتاع النيزوليبيا
عملنا له ايه؟ عملنا له فيلر زي ما حضرتكم شايفين هنا. هنا مشكله البيشنت دي ان هي التجاعيد غائره شويه زي ما حضرتك شايفه كده، شوفي الخط عامل ازاي غائر جدا. دي بنحتاج نعمل لها فيلر. الجديد بقى في القصه ان احنا بقينا نعمل حاجه اسمها فيلر طبيعي، فيلر طبيعي يعني حاجه اسمها بلازما فيلر. فبدانا نحقنه في الاماكن دي لما نكون محتاجين اماكن غائره ومحتاجين كميه اكبر. يعني انا مثلا عشان املى بيشنت وش الخطين دول ممكن احتاج سرنجه يمين وسرنجه شمال عشان الموضوع غائر شويه. ساعات بتبقى محتاجين يعني كميه اكبر. فانا دلوقتي ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اعمل بلازما فيلر زي ما حضرتك شايفه، شايفه التجاعيد حوالينا العين، شايفه السن عامل ازاي؟ بتدي سن مختلف خالص. وبعد العلاج فرق السن كاننا صغرنا 10 سنين. هو ده اللي بيحصل فعلا، هو ده جمال ازاله التجاعيد. ازاله التجاعيد بتدي الوش تنويره، يعني بتحس اي حد يقول لك هو انت حلوتي ليه؟ هو مفيش اي، هي الفكره كلها تغيير بالظبط كده، بس كل فيها ان انا شكلي بقى في نضاره بالظبط في شباب. هو ده اللي حصل فعلا. ما هي دي طبعا انت عارفه التجاعيد عدم نضاره اصلا، يعني سهول التجاعيد نفسها عدم نضاره. حضرتك شايفه الصوره دي برضو انت شايفه الخطين دول عاملين ازاي؟ شوفي الخطين لما مليناهم بدا وشها يبقى عامل ازاي؟ اختلف. هي ده فكره ان احنا نعالج التجاعيد، نعالج التجاعيد وشنا يختلف، وشنا ينور. زي ما انت شايفه كده. انا عندي بقى حلين للعلاج بتاع التجاويف بالفيلر. في قلت لك عندي فيلر طبيعي وفي فيلر الفيلر الهيالورونيك اسيد. الفيلر الطبيعي ده نوع من انواع البلازما، باخد منها اسمه بلازما فيلر. باخد عينه دم وافصلها في جهاز معين بيطلع لي الجل ده، ببتدي احقنه. هو الفكره كلها ان هو حاجه ناتشرال وبتقعد طبعاً مده برضو لغايه 5 شهور. حلو جدا. بحتاجه قوي في الاماكن الكبيره، يعني انت عارفه عشان نملى ايد انت واخده بالك الكميات اللي هناخدها سرنجات هتبقى كتير قوي وبتبقى مكلفه على البيشنت. فاحنا البلازما فيلر بيحل المشكله دي كلها. تمام. هنتكلم عن كل الحاجات اللي بنحل بيها المشاكل، بس احنا كنا اتكلمنا عن اسباب التجاعيد وقلنا انه بتبدا من الوراثه، بس ايه الاسباب التانية اللي ممكن تؤدي بينا لظهور التجاعيد في وشنا؟ ان احنا اهملنا في بشرتنا. دايما اقول اهمالك في بشرتك هيوصل. لازم تستعملي كريم نهار، لازم تستعملي واقي شمس، دي اول حاجه. لازم تستعملي كريم ليل، لازم جلدك بالليل ياخد الفيتامينز والحاجات اللي محتاجها. فكره التجاعيد ايه اصلا يا استاذه بوسي؟ ان حصل تكسير للكولاجين تحت الجلد. تمام. فانا دلوقتي لازم يعني دايما اعمل ريستورنج ليه، يعني لازم اعمل اعاده ليه وبناء ليه. فازاي؟ بالكريمات الليليه. تمام. هي دي الفكره. دايما اقول حتى لو انت ما عندكيش اي مشاكل في بشرتك زوري طبيب جلدية، امشي على بروتوكول معين او سكيم معين تمشي عليه، هتبتدي ما تحسيش بالتجاعيد دي غير في سن متأخر شوية. تمام. احنا عايزين نعرف بقى يعني يا دكتور المناطق اللي بيظهر فيها التجاعيد وليه علاج كل منطقة بيختلف عن المنطقة التانية. اصل في ناس بتبقى متخيلة ان اي تجاعيد في الوش او في الجسم عامة بتتحل بنفس الطريقة، بس احنا عايزين نوضح المعلومة لا، ان كل منطقة بيحصل فيها تجاعيد التجاعيد بتحل بطريقة معينة. طيب هنبدا من الاول، ناخد الوش كله من فوق لتحت. انا دلوقتي عندي منطقه الجبهه، حضرتك شايفه الخطوط اللي بتبقى بالعرض في منطقه الجبهه دي، بحلها بالبوتوكس. احنا اتفقنا ان دي قوه عضلات، لازم ارخي العضلات دي، ببتدي ارخيها بالبوتوكس. البوتوكس ده بروتين بيرخي العضله. تمام. طيب زي ما انت شايفه ال 111 اللي بتبقى بين التكشيره، بنقول عليها التكشيره دي بتبقى 111. طيب بفردها ازاي؟ برضو بالبوتوكس. عندك حوالين العين التجاعيد اللي هي بنقول عليها رجل الغراب اللي هي كانت موجوده في الصوره، ببتدي برضو اعمل ارتخاء للعضله فيها بالايه؟ بالبوتوكس. حوالين العين، خلينا نتكلم حوالين العين وتحت العين شويه عشان في ناس كتير قوي بتشتكي من خطوط وكسرات صغيره جدا تحت العين. خلاص زي الصوره دي زي ما حضرتك شايفه كده، تجاعيد حوالين العين بنفردها بالايه؟ بالبوتوكس. في كسرات بتبقى صغيره جدا تحت العين، انا ليا بالبوتوكس اشتغل في منطقه اللاترال، يعني اخر يعني المنطقه الاخرانيه خالص اللي هي يمت الخارج. طيب الجزء اللي تحت التجاعيد الرفيعه الخفيفه دي بعمل لها جلسات، بنشط فيها الكولاجين والالاستين، الكسرات دي ما بتبقاش موجوده خالص. تمام. اتفقنا كده. عند حضرتك زي ما انت شايفه كده برضو دي الكراوس فيت اللي هي رجل الغراب، بحقن بوتوكس فيها بتبتدي تفرد معايا. نكمل بقى بقيه الوش، نبص على الجزء التحتاني. تمام. طيب انا كمان ساعات في بيبقى عندي ناس عندهم مشكله في الحته دي داخله لجوه شويه،
التمبرال اريا بتبقى داخله لجوه شويه عند ناس معينه ببتدي احقنها فيلر بتعلى معايا، بس عايزه حد زي ما اتفقنا حد بروفيشنال. المناطق دي بنشتغل على العظم فلازم نبقى زي ما ساعات تشوفي بيشنت جاي بكلكيعه، لا احنا مش عايزين نعمل كلكيعه، احنا عايزين نعمل شكل دائري كويس. يعني هي الفكره كلها احنا مش حاطين حاجه، عايزين نعالج المشكله بس ما يبانش ان في حاجه غريبه. بالظبط كده. نخش على الجزء بتاع الخط بتاع النيزوليبيال. النيزوليبيال برضو بنحله بالفيلر. احنا اتفقنا ان هو هيلورونيك اسيد، ماده مليئه بتبتدي تعليل الخط. عندك الخط اللي هو من الفم لتحت اللي هو الماريونيت ببتدي اشتغله برضو بالفيلر. عندك برضو الجديد ان احنا ممكن نعمل فوليوم للتشين، يعني للدقن نفسها. في دقن عايزه بس افرق لكم حاجه، في دقن تحسي انها فيها كسره كده، خدتي بالك؟ دي بحقنها بوتوكس بتفك معايا الكسره دي، تمام، بتبقى مضايقه ناس كتير. في دقن صغيره لازم اعمل لها فوليوم عشان تديني مع الوش شكل متناسق، ببتدي احقنها بالفيلر. تمام، اتفقنا كده. طيب الخدود نفس القصه، احنا لو فيها ما فيهاش امتلاء ببتدي احقن فيلر. طب تحت العين احنا قلنا في انواع كتير قوي بتديني منظر الهالات السوداء، بس هي اوريدي مش هالات سوداء، اللي هو الجروف اللي بيبقى موجود تحت العين بنسميه تير تراف، ببتدي احقنه برضو بالفيلر بنتائجه جميله جدا. دي بالنسبه نيفرتيتي يا جماعه، نيفرتيتي لاين او بنقول عليها تكساس لوك، نبتدي نشتغلها برضو بالفيلر زي ما حضرتك. ده التشيك اوجمنتيشن. تشيك اوجمنتيشن اللي هو امتلاء الخدود بشكل طبيعي جدا، زي ما حضرتك شايفه شكل ناتشرال. يعني هي الفكره كلها ان حد بيبقى خس شويه فشكله في تحس ان هو وشه مش عاجبها. بصي الامتلاء تحسي بشكل طبيعي جدا، يعني يكاد يكون ما حدش ياخد باله ان هي عامله اصلا اي حاجه. تمام. طب دكتور هبه احنا معانا تقرير، هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. اوكي. في سنتر نبض النهارده هنتكلم عن مشاكل كتير بتقرق الشباب في سن المراهقه. من اول المشاكل اللي بتحصل هي مشكله حب الشباب. حب الشباب ده مشكلته ان بيحصل زياده في افراز الغدد الدهنيه فيبتدي يحصل حبوب الشباب. اشكال وصور حبوب الشباب هي عباره عن بثور سوداء او بثور بيضاء او حبايه، ساعات بتبقى حبايه كبيره شويه فعامله لي حاجه اسمها بولي سيستيك نوديول. فكره حب الشباب كله الموضوع سهل، نبتدي نعالجه بجلسات الليزر، بنعمل من 4 لـ6 جلسات بتبتدي الحبوب الشباب تختفي وبتبتدي تتحسن بنسبه كبيره قوي من اول جلسه. في برضو جلسات بنعملها لحبوب الشباب، جلسات تقشير. جلسات التقشير بتعمل لي تنشيف، الحبايه بتبتدي تنشف معايا وبيبتدي يحصل لي نضاره للبشره. من مشاكل حب الشباب البيجمنتيشن او التصبغات، بنبتدي نعمل لها جلسات تقشير وتفتيح او جلسات ميزوثيرابي بتفتح معايا من اول جلسه. في برضو من المشاكل اللي بنشوفها كتير قوي هي مشاكل الحفر او الندبات، بنعمل لها جلسات فراكشنال، بنعمل من 4 لـ6 جلسات بتتحسن وترجع تاني ملمس الجلد طبيعي بشكل طبيعي. دلوقتي هنتكلم عن مشكله تانية برضو في سن الشباب ممكن تظهر بدري قوي، هي مشكله التجاعيد. التجاعيد ساعات بتظهر لي في بنوته صغيره او شاب صغير بسبب تعرضنا للشمس كتير، بسبب جفاف البشره، ما بنستعملش واقي شمس فيبتدي يظهر لي التجاعيد، وساعات بتبقى جزء وراثي فيبتدي التجاعيد تظهر. بحل موضوع التجاعيد بالبوتوكس. البوتوكس عباره عن بوتيلينيوم توكسين، بروتين بنحقنه في العضله بيعمل لي ارتخاء للعضله. بعد ما العضله يحصل لها ارتخاء بتختفي التجاعيد تماما. بعد النتيجه بتاعه البوتوكس بتقعد معايا من 4 لـ15 يوم، ببتدي اعمل تاني البوتوكس بعد 6 شهور لـ8 شهور. دلوقتي هنتكلم عن الفيلر. اوقات كتير قوي ناس بتبقى مليانه وخست فبيحصل لها عدم امتلاء، فبنبتدي نرجع الامتلاء بتاع البشره تاني عن طريق الفيلر. الفيلر ليه اماكن كتير في الحقن، من اولها الشفايف، حقن الفيلر الخط، خط الضحك الواصل بين الانف والفم، خط ما تحت الفم، بنبتدي نحقنه بالفيلر تاني بيرجع بشكل جميل قوي. الجديد في الفيلر ان احنا ممكن برضو نرفع بيه الحواجب، نعمل امتلاء للكفين بالفيلر.
حاجات كتير قوي بنستخدم فيها الفيلر دلوقتي. هتكلم كمان عن جهاز الفراكشنال ليزر. الفراكشنال ليزر بيعالج لي الندبات حبوب الشباب، بيعالج لي آثار حبوب الشباب، بيعالج لي حاجات كتير قوي، من ضمنها الجروح. بنشوف كتير قوي جروح عدى عليها فترة أو شهور أو سنين بتتعالج عن طريق الفراكشنال ليزر. ممكن يبقى جرح عالي شوية عن الجلد أو بمستوى الجلد، نبتدي نعمل له جلسات فراكشنال من 4 لـ6 جلسات بيبتدي يختفي. دلوقتي سلمى بتعاني من تجاعيد في منطقة الجبهة، ارفعي حواجبك لفوق يا سلمى. زي ما حضراتكم شايفين تجاعيد كتير قوي في مرحلة الجبهة، بنبتدي نحقن لها بوتوكس، بتبتدي التجاعيد دي كلها تفرد من في خلال 4 لـ15 يوم. حضراتكم شايفين برضو ممكن تكشري يا سلمى. ال 111 دي موجودة هيت، بنبتدي نحقنها بوتوكس، بتفك معايا خالص من 4 لـ15 يوم. حضرتك اضحكي. التجاعيد اللي حوالين العين برضو بنبتدي نحقنها بوتوكس. هنبتدي دلوقتي. دلوقتي معانا سلمى بتعاني من اثار حب الشباب في بشرتها زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي نعمل لها جلسات فراكشنال ليزر. هنبتدي الجلسه دلوقتي حالا. دلوقتي احنا مع حالة سلمى، كان مشكلتها لو تفتكروا آثار حبوب الشباب. عملنا لها جلستين فراكشنال ليزر فحبوب الشباب اختفت. حبوب الشباب ممكن تاخد من 4 لـ6 جلسات على حسب الحالة. دلوقتي كان عندها برضو الجرح القطعي في منطقة التشين اختفى تماما. تجاعيد الجبهة كان عندها مشكلة، انها عندها تجاعيد في الجبهة، عالجناها بالبوتوكس ففردت معايا الجبهة زي ما حضراتكم شايفين. برضو منطقة الكراوس فيت، المنطقة اللي حوالين العين كان فيها تجاعيد، اختفت تماما. دكتور، احنا قبل التقرير كنا بنتكلم عن انه لو حد عنده مشكله بسيطه في الخدود بنقدر نحلها بالفيلر، بس في ناس يا دكتور عندهم مشكله اصعب من انه لو بس خسينا وحصل فيه فقدان شويه للدهون في الخدود فبنقدر نحلها بسهوله. في ناس بيبقى بيشتكوا انه مفيش، يعني نقدر نقول مفيش خدود، او الخدود داخله لجوه، او مفيش شكل في وشي للخد، بنقدر نحل المشكله دي؟ طبعا احنا ممكن نرسم الوش تاني من الاول وجديد، بس لازم دايما اقول الوش ده زي بيتك، لازم اظبط الفريم بتاع البيت الاول وبعدين ابتدي احقن. يعني ما ينفعش ابقى عندي تهدل في بشرتي واحقن فيلر. تمام. يعني انا ليه هاخده وانزل على تحت؟ طب كده انا بعمل لوشي داون جريدنج، يعني انا بنزله لتحت. هي الفكره كلها انا بظبط الاول الهيكل الشكل وبعد كده ابتدي احقن فيلر. يعني دايما لازم نشتغل كده عشان نشتغل بوش صح، ما يجيش بعد تبقى البيشنت مبسوطه اون سبوت ساعتها وتيجي بعد شهر 3 شهور، شهر شهرين 3 شهور، تيجي تقول لي دكتور بصي وشي واقع ازاي، ابتدت المشكله تاني ترجع. طب مشكله تانية يعني، فلازم نبقى نشتغل تمام، يعني نشتغل صح. ببتدي اظبط الفريم بتاع الوش، ببتدي اعمل في الحاله دي بقى بعمل ايه. لو انا دلوقتي عندي اوريدي عدم امتلاء، بس يعني انا خلاص وشها فاضي قوي او مطبق مفيش خدود او مفيش خدود، ابتدي احقن فيلر. تمام. احقن فيلر واعمل شيب وكونتورنج للفيس. يعني ايه؟ يعني هي في ناس اوريدي بتحب الوش يبقى الخدود بتاعته جايه بشكل دائري. تمام. في ناس تحب ان الخدود تبقى جايه بشكل زي الكمثرى كده. يعني هي الفكره كل بيشنت ليه ستايله. في ناس تقولك لا، مع ان دي موضه مثلا ان انا اعمل الخدود على هيئه الكمثرى دي، تقولي دكتور لا مش بحبها، انا عايزه وشي يبقى مدور زي ما كان، فعايزه خدودي ترجع زي ما كان. بالظبط كده. اوريدي بنشتغل على حسب هي محتاجه ايه. طيب دي بالنسبه لان وشها مطبق. طب لو وشها في مشكله تانية زي التهدل، ببتدي اشتغل بقى بطريقه تانية. تمام. طب دكتور، قبل ما نتكلم بقى عن مشكله تساقط الخدود وتهدر الخدود، احنا اتكلمنا عن المشاكل البسيطه في الخدود بنحلها بالفيلر، بس في انواع من الفيلر؟ في انواع من الفيلر. طبعا احنا كان في قبل كده نوع حاجه اسمها الهيلورونيك اسيد، ده الشائع اللي احنا بنستخدمه.
تمام كده؟ طيب عندك كان في نوع دائم، انا اوريدي ما بحبست اي حاجه دائمه، انا ما بحبش احط اي حاجه دائمه في الوش. دايما انصح البيشنت بتوعي اقول لهم دايما حطوا حاجه ليها حل افضل ما تحطوا حاجه دائمه. الحاجه الدائمه دايما بالنسبه لنا كاخصائيين جلديه بيحصل حواليها مشاكل بعد فتره. يعني ايه؟ بيتعامل معاها الجسم كانه فورين بودي، كانه جسم غريب، فبيبتدي يتكون حواليها حاجه اسمها جرانيولوما. يعني تلاقي كلاكيه حواليها، مشاكل، تجمعات حواليها. طب وليه؟ انا اوريدي ببتدي احط حاجه، ان انا احط تاني افضل من ان انا احط حاجه دائمه. خلاص كده. طيب في انواع للفيلر، في عندك فيلر طبيعي اللي انا حكيت لكم عليه قبل كده اللي هو البلازما فيلر. تمام. اللي انا حكيت عليه ان احنا بناخد عينه الدم وبنحطها في الجهاز اسمه بلازما فيلر، بيبتدي تطلع لي بلازما جل، الجل ده بحقنه زي الفيلر بالظبط، بس حاجه ناتشرال، حاجه طبيعيه جدا. تمام. طب دكتور عايزين بقى نرجع نتكلم عن ترهل الخدود وتساقط الخدود. قبل ما نتكلم عن الحل عايزين نعرف اصلا ليه بيحصل كده في بشرتنا، ليه الناس في فتره معينه بيحصل لها تهدر وتساقط في الخدود؟ ده وضع طبيعي جدا، ده مع تقدم العمر، ده حاجه طبيعيه. تمام. انا جبت لكم صوره قبل كده ان الوش فيه كومبارتمنت، يعني فيه في زي اعتبريها نقول عليها خلايا النحل كده. بالظبط كده. الكومبارتمنت دي مع الجاذبيه ومع تقدم العمر بتنزل تحت، بيحصل حاجه اسمها ساجنج، فبيحصل تهدد. زي ما انت اول منطقه يا جماعه بشوف فيها الساجنج هي المنطقه دي اللي هي الجولز، اللي هي بنقول عارفه انت الجو لاينز اللي هو الفك ده، الجزء اللي في الجنب ده اسمه الجولز. بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه تهدد زي ما انتم شايفين كده. الوش ده مش متهدل بس، ده الوش ده متهدل ومحتاج يتملي. صحيح. تمام كده. احنا دلوقتي زي ما انت شايفه كده احنا عملنا حاجه اسمها خيوط. تمام. الخيوط دي عباره عن ايه؟ الخيوط دي عباره عن خيط عادي جدا بنبتدي نشتغل بيه بتكنيك معين. كل بيشنت وكل حاله ليها طريقه في التكنيك بتاعها. تمام. يعني على حسب انا محتاجه اعالج ايه. ما في ناس مشكلتهم كلها زي ما حضرتك شايفه برضو الحاله دي اتعمل لها خيوط. شوفي الخطين كانوا ظاهرين ازاي. خطين النزولابيال اللي هو خط بين الانف والفم اللي هو في طي الانف دوت، ده كان قوي جدا اهو بسبب ايه؟ التهدل. لما جينا في ناس كتير قوي على فكره تحقن فيلر على قد ما تحقن والخط اوريدي موجود ظاهر. ليه؟ انا مشكلتي في سكن زياده، في تهدل، التهدل كاسر. كمان وصلنا لمرحله متاخره. بالظبط كده. لا وعلى فكره ممكن تبقى على فكره بنوته عندها مثلا 30 سنه بس خست قوي فما فيش فوليوم فحصل تهدل للخد على الخط. تمام كده فهمتيني. حلوا عندي قدامي اتنين اوبشن على حسب الجلد، في جلد زياده ولا لا. زي ما حضرتك شايفه دي بقى، دي عملنا خيوط وعملنا امتلاء. شوفي وشها رجع تاني عامل ازاي. دايما اقول خلاص انا ظبطت البيت بقى، ابتدي املى بقى اي مكان انا محتاجه املاه بس على فريم صح زي ما حضرتك شايفه. شوفي فرق السن. دي بقى دي انا عايزه اكلمكم عليها بقى نقف عندها شويه. البيشنت دي انا بشوف كتير جدا ناس تقول لي دكتور انا عايزه اعمل حاجه في وشي غير الفيلر. في ناس على فكره اجينست الفيلر، انا مش عارفه ليه بتبتدي تقنعي فيهم، يقول لك لا انا عايز انا خلاص مقتنع انا عايز حاجه غير الفيلر. طيب انا عندي نوع من انواع الخيوط هو اللي بيعمل لي المنظر ده. تمام. الفكره كلها في ناس مش عايزه فوليوم. هي شايفه وشها ان هو ما يستحملش الفوليوم. يعني انا طبيعه وشي اصلا طويله مثلا ورفيعه فانا لو عملت فوليوم انا عايزه نضاره مش عايزه تجاعيد. بالظبط كده. ببتدي اعمل لها نوع من انواع الخيوط بتعمل نضاره. هي الجميل في الخيوط انها مش بتعمل نضاره بس، بتعمل فوليوم بسيط جدا. وهو ده المطلوب بالنسبه للايه؟ للبيشنت دي. تمام. انا عايزه اقول لك انا بعمل انا كان عندي بيشنت عملت لها النوع من انواع الخيوط ده مبسوطة جدا. هي مش عايزة اكتر من كده فوليوم. بل بالعكس بتقول لي نضارة غير طبيعية في وشي. يعني انا انا مبسوطة قوي من شكل شكل وشي نفسه. يعني هي الفكرة كلها مش فوليوم بقى. فاحنا على حسب الحالة بنختار احنا محتاجين ايه. تمام. طب دكتور بما اننا اتكلمنا عن الخيوط خلينا نتكلم بقى عن كل انواع الخيوط واستخداماتها، ويا ترى احنا طبعا عارفين كلنا ان في مراكز نبض انتوا بتستخدموا افضل انواع الخيوط، فايه هي افضل انواع الخيوط؟ بصي افضل انواع الخيوط انواع كتير قوي. انت عندك انواع فرنساوي، عندك انواع روسي، عندك انواع كتير قوي بنشتغل بيها. طيب هي الفكره كلها ان الخيط اهم حاجه عندي تكنيك الخيط. تمام.
يعني هي الفكره كلها الخيط اوريدي كواليتي عاليه جدا، احنا بنجيب كواليتي عاليه جدا، بس الفكره كلها انا اشتغل بيه ازاي. بصي انت ممكن يبقى عندك تول قوي قوي بس مش عارفه توظفيه صح. لا انت ممكن تكوني عندك التول وعارفه توظفيه صح، يعني عندك الاداه وعارفه توظفيها صح. فانت بتشتغلي على ايه في الخيط؟ انت بتشتغلي على الخط ده ولا بتشتغلي على التهدل ده ولا بتشتغلي على الـ على الـ على الـ على الجو لاينز عايزه تظبطيه ولا بتشتغلي على شد الوش ولا بتشتغلي ان انت هتعملي فوليوم ليفتنج بسيط ولا انا عايزه اقول لك نوع من انواع الخيوط بشتغل فيه في النيزوليبيال بيعمل لي ليفتنج، يعني النيزوليبيال على اولا بيملى الخط وفي نفس الوقت بيشد لي الوش لفوق. تمام انت فهمتي بس اشتغل بيه بتكنيك معين. ممكن اشتغل فيه بالطول، ممكن اشتغل فيه بالعرض، هي الفكره كلها انت شغاله ازاي وشغاله فين. يعني انواع زي ما بقول الخيط ده حاجه جميله قوي وبصراحه طفره. يعني انا كان عندي بيشنت تقول لي دكتور انا هعمل فيس ليفت ومصممه انها تعمل فيس ليفت. انا قلت لها طب جربي الخيط، طب شوفي الخيط، طب يعني نعمل خيط وشوفي شوفي نتيجته. المهم فعلا عملنا الخيط، قالت لي ده بصراحه انا 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 منبهره من النتيجه. تمام. مع انها كانت مصممه تعمل فيس ليفت، يعني خلاص شد وش جراحه. بتقولي ده الخيط ده يعني ده حاجه جميله قوي، هو ليه يعني ليه انا ما اعرفوش من فتره وليه هي اصلا مش موجوده في مصر اوريدي، فما كانتش تسمع عن الخيط، هي عارفه انها تشد وشها بالايه؟ بالفيس ليفت. تمام. طب كلميني يا دكتور مثلا انا حاله دلوقتي جايه زي ما حضرتك قلتي عايزه اعالج بشرتي بطريقه معينه وحضرتك اقنعتيني بالخيوط العلاجيه، بس بتشرحي لي بقى فكره الخيط ازاي بيدخل في البشره، ازاي بيحل المشكله، الاماكن اللي بنضع فيها الخيوط، بشوف النتيجه بعد قد ايه، بيستمر بتستمر نتيجه الخيط معايا فتره قد ايه؟ بصي هي البيشنت بتيجي دلوقتي انا اوريدي عندها تهدل، انا ببتدي اقول لها احنا بنشتغل على ايه واوريها الرسمه واوريها صور بيفور وافتر واعرفها ايه اللي احنا بنشتغل بالظبط وايه الطريقه وهناخد بنج ازاي ومش هيبقى فيه قلم ازاي. يعني هي برضو انا عايزه اقول لك ان ممكن انت تشوفي في التلفزيون على فكره كل بيشنت تيجي تقولي لا لا خيط مؤلم جدا، انا بشوفه ببقى اقول ازاي مع ان بنشوف الحاله ما عايزه اقول لك الحاله نفسها اوريدي مش حاسه بحاجه. صحيح. فاحنا المفروض يعني انا السمعه بس اللي متاخده عن الخيط والقلم وان الموضوع اوبريشن او عمليه، لا الموضوع مش كده خالص، موضوع سو سيمبل. ببتدي اقول لها حتى اثناء ما بنشتغل بالبنج ده البنج هو ده اقصى حاجه هتحسي هو السن بتاع سرنجه الانسولين بتاعت البنج مش اكتر من كده. بنبتدي بقى نشتغل نشتغل خيط، اقول لها التكنيك اللي هنشتغل بيه. انا هشتغل عشان اشد الجزء الفلاني، طيب الجزء ده هنبص عليه بعد ما نخلص خالص، لو احنا محتاجين حاجه ثانيه هنزودها هنزودها. ما انت ساعات اما بتيجي تشدي البشره ده في ناس عندهم اسيمتري، ده كتير لاحظته بقى، يعني ناس بتنام على خد معين تلاقي خد غير خد، التهدل في نص الوش غير النص التاني. فبتبتدي بعد ما بتعملي الشده دي ابتدي اقول لها بقى لا احنا محتاجين كذا، لا احنا كده تمام، لا احنا محتاجين خيط تاني يشد لي جزء معين. هي الفكره بتيجي بالشكل دوت. بس في اماكن معينه في البشره يا دكتور هي دي الاماكن اللي بنحط فيها الخيط؟ في طبعا. انا دلوقتي ممكن اشتغل الخيط عشان يعمل لي خد. تمام. انا ممكن اشتغل الخيط عشان يشد لي الجزء ده. أوكي. انا ممكن اشتغل الخيط يعمل لي ليفتنج، انا ممكن اشتغل الخيط يعالج لي. انت عارفه السن الكبير شويه بعد ما حتى لو مليتي او عملتي فيه تحسي ان الجلد مكسر. اشتغل بنوع من انواع الخيوط تحت الجلد بتبتدي تملى لي التكسيره دي. تمام. انت فهمتي الفكره ماشيه ازاي؟ الناس بتبقى متضايقه قوي انها تعمل جلسات فراكشنال كتير، كل شهر تعمل جلسه لغايه 6 لـ 8 جلسات، فالموضوع ده بيحل لها المشكله دي. طب التجاعيد اللي هنا ساعات بعد ما فردتي بوتوكس انت لسه عندهم كسرات جامده جدا، ببتدي اشتغل بيها. عندك اماكن تحت العين يا جماعه، تحت العين بشتغل فيه نوع من انواع الخيوط نتائجه هايله هايله وما فيش اي مشكله منه، وللناس اللي ما بتحبش الفيلر عشان ناس كتير قوي بتقول لي انا اتاذيت من تحت العين عندي من ساعتها حصل لي كاد ما عجبنيش وعينيا ورمت الكلام ده كله. المشكله دي بقى ليها حلول كتير قوي. النتيجه بتظهر بعد قد ايه يا دكتور وبتستمر معانا قد ايه؟ في ساعتها هي الفكره كلها انا اوريدي انا شديت انا شديت البشره انت شايفه انا احنا بنشتغل حتى كمان نص واسيب النص التاني. بصي شوفي الفرق تبقي حاسه حتى الفرق مختلف. النتيجه صحيح. طيب النتيجه احنا اتفقنا انها في ساعتها، كل ما تقعد كل ما النتيجه تبقى احلى. يعني النتيجه احلى جدا بعد شهر. النتيجة جميلة قوي بعد 3 شهور، دي أجمل نتيجة ممكن تشوفيها للخيط. ليه بقى؟ فكرة الخيط إن هو بيدوب. فأنا دلوقتي عملت شدة
وده بالخيط عمل لي نضاره طول الوقت، بقى انا شاده وفي نضاره في بشرتي، تحول لجزء من بشرتي خلاص كده. فهي الفكره كلها بيقعد قد ايه؟ في خيوط على حسب نوع الخيط، في خيط بيقعد سنتين، في ثلاثه، في اكتر. بصي بقى دايما اقول احنا ممكن نخلي الخيط يقعد 5 سنين حافظي على حسب احنا بنعتني ببشرتنا ازاي، حافظي عليها هيقعد معاكي فتره. دكتور احنا اتبسطنا جدا بوجودك معانا واستفدنا اكيد، ويعني على قد ما نقدر ادينا مشاهدينا معلومات كتير. بشكرك جدا دكتور هبه عادل اخصائي الجلديه والليزر بمراكز نبض، بشكرك مره ثانيه دكتور. ميرسي يا فندم. مشاهدينا الكرام فقرتنا الطبيه انتهت، وانتهت معاها اكيد ده فقرات صباحك عندنا. بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد وموفق، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله.